السلام عليكم صبايا، كيفكم؟ تنعاد عليكم إن شاء الله عشان عيد مولد الأمير وعشان عيد المعلم اللي هو عيدي يعني. طبعا حاولنا نظبط الوضع أكتر هون ونظبط اللوح حتى نكون وردي على جنب، كمان نبين الصورة أجمل. نحن بدنا نعيد باختصار المرة الماضية شو حكينا. أبرز كان نقاط المرة الماضية هو كان عم ركز على فكرة الأرينجمنتس. الأرينجمنتس هي عبارة عن اختيار مجموعة من الأحرف أو letters أو elements بطريقة متتالية، يعني letter after a letter بسموه successively، متتالي يعني. ممكن يكون with repetition، ممكن يكون without repetition. طبعا إذا كان with repetition بستعمل M power P، إذا without repetition بستعمل A and P، arrangement A and P. الفكرة إنه كتير أساسي بالكل اللي حكيناه بالمرة الماضية كله مركز على فكرة الأوردر، أهمية الأوردر. رح أرجع أذكر بمثل الاف، هو نفس المثل اللي كل مرة بعطيه، فيش عندي غيره أصلا. A B C D، الان هو 4، البي 3. يعني عندي هون التوتال هني 4 letters، بدي اختار منهم 3 select. هلا حيسألني هذا with repetition ولا without، رح نفترض انه عم نحلها with without repetition عفوا، فعدد ال arrangements هو A 3 4، فبيطلع عنا 24 arrangements. هون 24 arrangements فينا نعملهم 3 diagram ليبينوا كلهم. هلا بعطي خلينا نعطي 6 أمثلة من هول الأرينجمنتس، من هول 24، مثلا A B C A C B B A C B C إلى آخره. طبعا ممكن في أرينجمنتس غير هول الست، في عنا A B D، في عنا C B D إلى آخره، في بس أكيد ما في ريبيتيشن. هلا هون إذا بنلاحظ إنه في A B C وفي A C B، هول اتنين أرينجمنتس هو ديفرنت. لو كانوا الأحرف اللي موجودين هون A B C نفس الأحرف الموجودين هون، بس اللي بيفرقوا عن بعض لانه الاوردر عم يفرق. يعني هون اول لتر A، هون اول لتر A، بس هون تاني لتر B، بس هون تاني لتر C. طالما هون ترتيب اللتر هون بطل نفسه، يعني هون بطل تاني حرف B، فعناتها هذا الارينجمنت مختلف عن الارينجمنت، وهذا الارينجمنت مختلف عن هذا الارينجمنت الى اخره. فهو بيعتبروا 6 different arrangements، ولا حدا مثل التاني. وهون بنكون نحن عم نحكي عن شيء اسمه أهمية الأوردر. يعني الأوردر is not sorry الأوردر is very important أو important. وهذا بصير عادة إذا واحد بده يعمل قرعة ويسحب جوائز. إذا بده يسحب أول اسم مثلا بيربح الجائزة الكبرى مثلا مبلغ معين، مليون ليرة. أول اسم بيطلع بيربح مليون، تاني اسم بيطلع مثلا 500 ألف، تالت اسم بيطلع مثلا 100 ألف. فالأوردر مهم، لأنه أنت أول اسم بيطلع لك هو لازم يكون يربح الجائزة الكبيرة، تاني اسم بيطلع لك هو بيطلع الجائزة الوسط، وآخر اسم بيطلع الجائزة الأصغر. عشان هيك الترتيب مهم. هي بتصير عادة لما يكون عملية السحب successively with أو without replacement. بس هون احنا هلا بهالمثل عم نحل without replacement. طيب هيدي الفكرة هلا كلها أساسها الأوردر. هلا رح نروح دغري لشي اسمه اليوم، شي اسمه combination. combination اللي هو هلا هنبعته بالفيديو التاني.